فأساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويوم يرسم رسموا لهم رسمة للرسول قال صلى الله عليه وسلم وعنده عمة فيها غنابل متفجرات وجا واحد قالوا شيشاني قالوا مسلم قتل الأستاذ ضبحه وأعلنوا حرب على الإسلام وقالوا تاني بنسب ما بيضر الإسلام أصلا ما بيضر الإسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو بتاع قنابل ولا عمل له مصنع بتاع سلاح لما مات مثلا على الأسلحة منو الآن الكبرى عند الكفار ذاته اللي بيسبوا الليلة منو الفك القنبلة زي ما شنو في هيروشيما القنبلة الذرية في هيروشيما وقتل ملايين البشر منو أو مئات الآلاف منو هم الكفار نفسهم القاعدين يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قاتل هم القتلة بالمناسبة وهم قتلة بلا منازع أما الإسلام يا أخي في الحرب العالمية الثانية دي قالوا ماتوا من المدنيين 17 مليون ومن العساكر 16 مليون قتلهم الكفار ذاتهم الكفار ديل القاعدين يتهمونا نحن بالإرهاب هم الإرهابين أما النبي عليه الصلاة والسلام نوريك كلامه في قصتين بس صححهم الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الأولى عن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع قال كنت رديف النبي عليه الصلاة أردفني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه إلى أن قال فدخلنا حائطا للأنصار رجل من الأنصار عنده زي مزرعة حائط كده دخلنا فإذا فيها جمل جمل بعير قال فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه والله زيد في الحديث في صحيح الترغيب وصحه الألباني قال حن وذرفت عيناه الجمل حتى اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على رقبته حتى سكت فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل قال فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال يا رجل ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها الله فإنه قد شكى لي أنك تجيعه وتدئبه تجوع وتتعب شديد في العمل تدئبه يعني تتعب شديد في العمل فوق طاقته رسولنا مشبح على البشر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا اتخطى ده جمل قال لي ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله سبحانه وتعالى أيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة وفي لفظ آخر قال رأيت النار فإذا بها امرأة تخمشها هرة فقلت من هذه قالوا عذبت فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت فيها النار ده ديننا بتاع الإسلام حتى الكفار بندعوهم أما لو حقيقي في زول مسلم شيشاني ولا غيره ضبح الكافر ده لأنه أسأل الرسول الكافر الأسأل الرسول فعلة أعظم فعلة وكفر ده أعظم جريمة لكن لو ده مسلم حقيقة أنا ضبح الزول ده برضو غلط النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وده قالوا في المعاهد وحرم علينا إنه نقتل حتى الكفار ده شغل الحكومات ما شغل الأفراد
يفعلوا هذه الأفعيل. والأفعيل دي إن فعلوه فعلا مسلمين، أنا بقول إن فعلوه مسلمين ليه؟ لأن الكفار ذاتهم مستهبلين، ممكن يعملوا مسرحية زي دي عشان يحاولوا يدمروا بها شنو؟ الإسلام والمسلمين، وده ما بعيد عليهم. لكن لو حصل من مسلم فالغلط من المسلم ده، الغلط من المسلم ده، لكن ما المسلمين كلهم غلطانين ولا الإسلام أمر بذلك أبداً.